برحب بحضراتكم. شهر مارس بلا منازع هو شهر المرأة، من أول الشهر لآخر الشهر احتفالات مصرية وعالمية للاعتراف والتقدير لمكانة المرأة في المجتمعات كافة. نبتدي باليوم العالمي للمرأة، يوم المرأة المصرية، أكيد عيد الأم، والدولة المصرية من كل هذه المناسبات. وإن شاء الله النهاردة يكون في احتفالية كبيرة لإحياء عيد الأم. ونتكلم عن عيد الأم وعن هذه الاحتفالات، بيبقى بيتم تقديم نماذج للمرأة المصرية بتعكس مكانتها، بتعكس قد إيه هي عمود الميزان أو رمانة الميزان داخل كل بيت مصري. بنشوف نماذج مختلفة للمرأة المصرية ناجحة سياسيا اجتماعيا وفي بيتها، والأم اللي قدمت ابنها فداء للوطن، نماذج مختلفة. خلينا نتكلم عن شهر المرأة، مكانة المرأة، وضع المرأة اللي بتعيشه في الفترات الأخيرة، واللي بيصفها مراقبون بأنه العصر الذهبي للمرأة. برحب بضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة أزهار عبد القادر، نائب رئيس تحرير الجمهورية والمتخصصة في شؤون المرأة. أهلا بحضرتك يا فندم. كل عام وحضرتك بخير طبعا. وأنتم بخير وكل السادة المشاهدين، ونور النسوة في كل بيت بخير. طيب هنتكلم عن نور النسوة بقى. عايزين دايما يعني يقال ومن متابعة المراقبين أن المرأة بتعيش عصرها الذهبي. عايزين نوضح بالأرقام ووقفة كده في البداية، كيف هو العصر الذهبي للمرأة في هذا التوقيت؟ بداية إحنا لدينا قيادة سياسية داعمة ومساندة للمرأة، وده الأول مرة عندنا في التشكيل الوزاري 8 وزيرات بما يمثل ربع الحكومة نون النسوة. في مجلس النواب في ما يقارب 90 نائبة، ده برضو نسبة كبيرة من التشكيل النيابي للحياة النيابية في مصر. فده كله أدوات ومفردات وعوامل داعمة لوجود المرأة. يبقى إن إحنا القيادة السياسية مهتمة بالدعم هذا العنصر الفاعل في الخلية الأولية للبيت للحياة الأسرية اللي هي المرأة. إحنا عايزين تنتقل هذه القناعات لمن هم للأدنى من المسؤولين للأقل، حتى الموظف في الوحدة المحلية أو في مركز الشرطة، إن لو أي سيدة راحت تعمل مصلحة، تعمل بطاقة رقم قومي، تشتكي في مكتب شكاوى، أي خدمة تؤدى لها، أن تقابل بهذه الثقافة المقدرة والعارفة لقدر المرأة بالضبط. إحنا عايزين الثقافة الفوقية دي الجميلة الرائعة الراقية دي تنتقل لكل صفوف المسؤولين. بس دوت بيبقى اكتر، بيبقى القاء اللي على المسؤوليه تبقى في هذا الوقت، هي بتبقى تقع على المراه اكتر، ان هي بتقدم نفسها كنموذج للقياده السياسيه والاجتماعيه، وبالتالي هي بتكسب الاحترام اللي تحتها بان هي بتقدم هذا النموذج. ده اكيد ان في نماذج من سيدات وانسات فضلات شاركوا في العمل بشكل رائع ومبهر، مما ادى ان احنا نلقي الضوء عليهم من اعمالهم، وتلتقطهم الحكومه وتقول هذه او هؤلاء يكونوا قيادات. وده اللي بيحصل في انتقاء القيادات دلوقتي، ان في نائبات للمحافظين، في نائبات للوزراء، في من نون النسوه. ده كله انا عايزه السيده البسيطه بقى لما تروح مكان تعامل بالمعامله الراقيه دي، وهي بتعرف حقوقها دلوقتي. بدأت ثقافة كبيرة في هذا القطاع العريض، حتى اللي هم بسيطات في التعليم بدأوا يعرفوا إن المرأة بتدعم المرأة وبتطالب بحقها وعارفة حقوقها تماما. واحنا عايزين المزيد من إرساء هذه القواعد على جميع الأطر وجميع التعامل، أوجه التعامل المصري. عشان بس ما نتفهمش غلط، المرأة بتعمل بكل احترام، هي دي في ثقافتنا كمصريين، الا يعني في بعض المواقع اللي يقول لك في يعني ده شكاوى وصلت لنا في صفحات شغلنا مع المرأة، انها مثلا تروح تشتكي من اي حد تحرش اتعرضت ليه في الشارع. نعم، الدولة بتقوم بدورها، بتروح تعمل الشكوى، بتقابل باستهجان من بعض الموجودين في قسم الشرطه. دي ممكن تكون حالات، احنا مش عايزين ده. لا، دي حالات فرديه وارجوكي بس. وما احنا عايزين، ما احنا مؤكد انا بقول هي حالات فرديه. لا ده يعني دلوقتي اما بيبقى ده بيبقى فيه تدخل من سياده الرئيس شخصيا، اما بيكون فيه امور فيها اساءه للمراه
وكنا شفنا كان في كذا حاجه تعرضت على السوشيال ميديا وستات الرئيس بنفسه دخل فيها. تدخل بالظبط كده. فلو في حالات عايزين نشغل الرئيس بكل هذه التدخلات. ما انا فاهم يا فندم، بس انا بقول لو في دي حالات فرديه دي لا تذكر، والدوله ملاك مصر ظاهره اطلاقا، الدوله تتخذ فيها اجراءات. خلينا نرجع مرجوعنا. يعني حضرتك شايفه ازاي من ضمن الخطوات اللي دعم للمراه وتمكين للمراه، يمكن في محطه هامه جدا وهي وصول المراه لمجلس الدوله، شايفه ازاي الخطوه ديت؟ صح. وقد ايه هذه الخطوه بتمثل دعم نقلة قوي نوعيه؟ اتفضلي. نقله نوعيه في 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 وجود المراه دلوقتي فعلا بقى، لما مجلس الدوله على منصه القضاء في مجلس الدوله حوالي حاجه و40 سيده تحديدا دخلوا هذا المكان، فده انتصار كبير للمراه. كان هذا المكان يكاد يكون محجوز للرجال، وكان حتى مجرد تقديم الفتيات فيه والنيابة الإدارية والمسائل دي يتكتب كده للذكور فقط. لا خلاص احنا خطينا خطوة عالية الواسعة ان احنا نكون في المكان ده، وده تقدير برضو من أصحاب القرار في الدولة ومن سيادة الرئيس لا، يعني لا يمكن إنكاره. وعلى المرأة التي وضعت في هذه المواقع ان تكون عند حسن الظن بأدائها، وانها تفتح وتكون هي قاطرة القوة لبنات جيلها او بنات جنسها، ان هي كمان يندفعنا خلفها بالتميز بتاعهم في هذه المجالات. طب عايزين توضح لنا مسيرة المرأة في النجاح ومواجهة التحديات. بص، المرأة هي في البيت، هي عمود البيت او الوتد زي ما قال المبدع خيري شلبي في روايته الدرامية اللي اتعملت مسلسل تلفزيوني. الوتد هي الام، دي هي حماله الاساس في البيت، حتى لو كانت اخت كبرى برضه هي اللي بتشيل البيت، وهي اللي شايله كل، تحس ان كل الافراد البيت بما فيهم رجال قد يكونوا اكبر منها في السن بيلتفوا حولها وياخدوا منها الراي والمشوره، لانها مش يعني بتحتوي الكل بالحنان اللي ربنا سبحانه وتعالى اودعه في بنات حواء، وبسداده الراي، يعني الراي السديد انها توجه صح. ده كل المسائل اللي ربنا خلقها وجبل عليها بنات حواء بتصنع منها هذا الكيان الإنساني المحتوي لمن حوله، بتوجه بقى في الطرق الصح كلها، وحتى لو كانت هي لديها أوجاع صحية وأوجاع إنسانية ولديها ما لديها بتحت ده كله ممكن تداريه في سبيل انها تدعم الاخرين كلهم وتوزع حبها وحنانها على كل من حولها، وتوجيهها الصح وتوجههم للخطوات الصح، وتنقلهم نقلات في حياتهم قد تحرم البنت الكبرى من التعليم، وتحرص على تعليم اخواتها كلهم. قد الام قد تكون اميه ولكن تحرص على انها تعال اولادها كلهم يتعلموا، عشان اللي هي حرمت منه اولادها ما يعيشوش نفس الظروف اللي هي عاشتها. فده كله من مفردات اللي ربنا حباها لحواء في تكوينها، خاصة الست المصرية. احنا بنقرأ من خلال ثقافتنا على النساء العربيات والفتيات العربيات، نحن نختلف عن بالفعل، وده لا مش مجاملة، ده حقيقة واقعية حتى بالأرقام، من خلال احنا تاريخيا ومرجعيتنا التاريخية نحن الأول في في يعني اول من سنه 1919 منذ اول في استقبال الزعيم سعد زغلول ورفاقه من المنفى وهم جايين، كانت السيده الفاضله عليها رحمه الله هدى شعراوي قادت مجموعه نسائيه وراحوا في استقبال الزعيم وهو جاي من المنفى. كانت دي وقبلها يعني مظاهرات كثير، ظواهر كثيره كانت المراه في الصداره، فلكن دي اللي يعني ايه تاريخيا محسوبه منذ هذا التاريخ ان المراه ظهرت في الصوره. وهذا اليوم كان يوم 16 مارس 1919، وهذا اليوم الذي نحتفي به حتى اليوم هو يوم المراه المصريه. صحيح. طب من ضمن التحديات اللي بتواجه المراه موضوع الاميه، وصلنا لغايه فين في الملف الاميه؟ الاميه بالارقام وجود الدوله، وجود الدوله للتعامل مع هذا الملف. الاميه بالارقام بين النساء تعادل 3 اضعاف الرجال. ايه السبب؟ في حاجات ان مثلا في اسر بتولي الولد انه يتعلم، الولد ليه الاولويه في التعليم عن البنت، ودي في شرايح كتيره للاسف حتى الان، خاصه في البيوت الفقيره. مش عايزه يعني احدد واقول صعيد وبحري، لا، في الفئات الاقل يعني يسرا بتعمل ده، بتبدي الولد عن البنت في التعليم. فده دي معضله، احنا عايزين نغير ثقافه الناس دي. ازاي احنا في وسيله اعلاميه اهي، طيب طول النهار لازم نقول
ان احنا نتعلم 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 ويكون هناك فرص، يعني مدارس الفصل الواحد، فصول محو الاميه اللي بالليل، انا في على الورق ما كل ده موجود موجود، بس انا عايزه افعله، انا عايزه اصنع، انا اعمل حوافز تجذب هؤلاء السيدات والبنات المتسربات من التعليم، اي يعني حتى ممكن اديها شهاده تقدير بعد ما كل ده موجود موجود بس ليه مش مفعل؟ ايه لا مفعل هو حضرتك ليه؟ ما احنا برضو على الخريطة، يعني جامعتين شمس على سبيل المثال او في جامعات مصريه بتشترط ان اللي ياخد ده صحيح طيب ما مفعل صح مفعل على ارض قولي طيب صحيح عشان بس نكمل معلومه للناس. انا بص انا بنت خريجه جامعه عين شمس تجاره السنه اللي فاتت طيب والزموهم ان هم يجيبوا خمس افراد يمحوا اميتهم، ماذا والا هتعلق شهاده التخرج بتاعتهم. طيب في ناس واستكتبوا طلبه اقرارات بهذا المعنى، في يعني بصراحه حاولوا البنات، يعني ده اللي انا اعرفه من محيط البنت عندي، حاولوا يجيبوا ناس، فالاميات رفضوا ان هم يروحوا. طب هروح فين؟ طب انا بشتغل في اليوم ده. ففي ثقافه الست نفسها عايزه تعديل، عايزه تعديل، لدرجه ان انا قلت لها هنجيب مرات البواب، ومرات البواب اللي زيها، وفي المنطقه اللي حوالينا دي ماشي، ما هو نعلم ده اللي احنا عايزينه، ده كل واحد في الدائره القريبه بتاعته يعمل اللي يقدر عليه. يعمل اللي يقدر عليه. وفي دي كان في فصول ليليه زمان، هي موجودة عفوا يعني موجودة على الورق، لكن تفعيلها مش كامل، عايز مزيد من التوجيه. بصي عشان بس ما يعني دي احنا دي مسؤولية علينا. ده صح، احنا بالزبط. كلنا شركاء في المسؤولية دي. بس لكن هي موجودة، ممكن يجيب مسؤولين يردوا ان هي موجودة. يعني صح، انا بقول لحضرتك انها موجودة. فده المهم، فمش موجودة. عايزين مش موجودة ولا مش موجودة. لا موجودة، بس احنا في تقصير من في حلقة مفقودة، عايزين نوصلها للحلقة. طيب بقول لحضرتك دلوقتي، احنا دلوقتي حضرتك عايزين بنتكلم ان احتفاء الدولة بالمرأة المصرية. وهتكلم على جزء معين من الاحتفاء، وهو الخاص بان بيتم تكريم المراه في احتفالات بحضنها سياده الرئيس. صح. لاي مدى ده بيدي نموذج للتعامل وكيفيه اظهار النماذج المشرفه والمضاحيه في المجتمع المصري من المراه؟ دي دائره الضوء كبيره جدا، وكلنا ده في عنق كل امراه، ان ده تقدير ليها على فكره، حتى لو ما كانتش هي المكرمه، لكن ده بدء بس للتكريم للمراه كلها بصراحه. لما تكرم الام الشهيد، وتكرم الام اللي لديها طفل معاق، واللي تكرم الام اللي بعد وفاه زوجها او بعد هروبه او بعد اي ظرف حصل له، هي اللي شالت الشيله باولادها وتخطط فيهم، وده تكريم ليها. ده كل ده نموذج رائع، وقناعات وثقافه احنا بنرسخها فعلا دلوقتي في كل الناس، ان المراه هي كتف بكتف مع الراجل، وان كانت بتسبقه في بعض المجالات بامانه يعني. فالمراه نموذج الرائع، ان احنا كل يوم نكرم المراه، ولازم الكل يحتذي بهذا التقدير، ونبقى زيه، ونصنع كمان، وندور على نماذج اخرى قد تكون بعيد عن دائره الضوء، ونكرمها ونقول دي قصتها ايه، ونحكيها للناس، وازاي الناس تستفيد من النموذج ده. كل لدينا امثله رائعه وامثله كثيره جدا في طول البلاد وعرضها، في البدو وفي الحضر وفي الريف وفي الصعيد وفي كل المجالات، عندنا ناس تستحق التكريم. طيب اهميه توعيه المراه قانونيا لحمايه نفسها؟ هو ده بالفعل في يعني في وثيقه الاسره المصريه اللي السيد الرئيس برضو اطلقها الشهر اللي فات، دي كانت يعني ايه، احنا حطينا رجلنا على الطريق اهو. وثيقه الاسره المصريه دي هتدعم الاسره كلها، ليست المراه واحده، لان احنا لو عدلنا او وجهنا ان المراه هي اللي بتصحح وهي قاطره التنميه للاسره، فاحنا عايزين ننمي الاسره كلها. فده شيء رائع وبديع ولا يمكن اغفاله، حتى احنا الاول على مستوى العالم باطلاق وثيقه تنمية الأسرة المصرية، وده تاريخيا هيحسب لينا في كل حاجة، على الملفات الدولية كلها هيحسب لمصر. ما ندي فكرة كده عن الوثيقة ديت، نفكر الناس بيها. نفكر إذا احنا ما لحقناش ننساها، ده احنا لسه بنقرا طيب يعني نحاول نحط الناس في صورة الوثيقة دي. وثيقة الأسرة المصرية إنها الأسرة المصرية هي الخلية، الأسرة على مستوى العالم هي الخلية الأولى للمجتمع كله.
انا لما ادور على الاسره دي ايه الوجع او ايه الحته اللي وقع عندها واظبطها قانونيا سياسيا اجتماعيا اقتصاديا. مين اللي يدور عليها بقى؟ كل واحد يدور في نفسه، والواحد وانه بعدين مثلا الست عايزه تعمل مشروع صغير تدور على دلوقتي المشاريع الصغيره وتسهيل وحاجات اطلقها مجلس الوزراء ووزاره التضامن الاجتماعي. احنا عايزين نتكلم، هنتكلم شويه في موضوع مشاريع متناهيه الصغر دي وقد ايه بتحل وبتصنع فارق في الخريطه الاقتصاديه. ولا والاجراءات والتسهيل على الاجراءات هي هو دلوقتي يعني تسهلت الى حد ما عن ذي قبل. طيب بأمانة. كويس ماشي، تسهلت الى حد ما عن ذي قبل. احنا عايزين مزيد من التيسيرات، عشان لان في كان في ثقافه لبعض الوقت سابقا ان من يتجه يدخل الحته دي ممكن لا قدر الله انها تسجن وتكون اخرتها كده. لا يعني لا، في ناس ناجحه وعامله مشاريع، في ناس ناجحه وفي ناس ما شاء الله وبقت يعني تصدر وبقت وعلى السوق المصري بقت لها مكان على الخريطه المصريه. انا عايزه بالفعل دلوقتي بقى الاقي يافطة التسهيل دي بلاقيها في كل شوارع الـ طيب بس هو كمان وهم يعني بس للباب العلمي بالشيء ان الجهات اللي بتقدم الدعم دوت هي بتديك دوره تدريبيه مجانيه ازاي تعمل دراسه جدوى، ازاي تقدر تخلي مشروعك يقف عليه عشان يعرف يعمل مشروع بالظبط. ده صحيح، ده البدايه، مش هيدوا له فلوس وروح قول له اتصرف زي ما انت، لا قد وعشان حتى ما يعملش مشروع يكون حد جاره عامله، فالتسويق بقى هنا بيجي ممكن ما يعرفش المنتج يتصرفه. فانا عايز اقرا المفروض قراءه للسوق، ايه المنطقه دي محتاجه ايه، المنطقه دي محتاجه ايه، وبذلك يبقى هنيسر ان الناس تعمل مشروعات تغير خريطتها الاقتصاديه وتصنع فارق في الخريطه كمان، على يعني ما يقفش يدور انا هعمل ازاي، لا انا الاقي حلاقي اللي يدور عليا ويسوق لي منتجاتي ويشرفني ويساعدني ويمسك ايدي لغايه ما اعدي الخطوات دي. صحيح. فاحنا عندنا مفردات جديده، هي في بعض الناس لسه ما عرفتش كل الخطوات دي. احنا علينا برضو كوسائل اعلام وكالتلفزيون المصري الذي ما زال الناس بتدور عليه وتعرف منه حاجات كتير. احنا عندنا برنامج بيتعمل عن المشروعات الصغيره بس، والنماذج اللي عندها بتعمل مشروعات رائع صغيرة. رائع ماشي، احنا عايزين تضافر كل اي وسيله اعلاميه، حتى التواصل، حاسه وسائل التواصل موجود كل ده دلوقتي. ده الدورات بيعلنوا عنها على الـ على الـ على على كل على حاجه، على الانترنت و ده صحيح. حتى يعني دلوقتي ولو مش عايز الواحد ممكن تاخد الكورس وانت قاعد في البيت اونلاين بيتاخد. ده كله موجود. انا برضو عايزه اغير ثقافه الناس، ان طب انا اروح يعني ممكن يكون فاهم ان ده هتبقى خنقه في رقبته ان هو يسد ازاي ويعمل ازاي. لا ده مش خنقه، اما التجربه نصف النجاح يعني، او ان احنا يعني المغامره دي هتعرفك السكه ازاي، ولو غلط مره ممكن ان شاء الله ما بقاش فيها مغامره. دراسه جدوى وبياخد كورس ازاي يقدر ينمي المشروع بتاعه، هي قد تكون الناس بعض شيء يعني خوافه، ما يخافش، مش هنقول ان هو ان هي مغامره، مش عايزين نجمد قلب الناس وضربهم كالعلم، نعطيهم الثقه. بالظبط، نعطيهم الثقه في ان الخريطه اتغيرت والدنيا اتبدلت، وانت ممكن تتنقل بحياتك من الشكل الرتيب اللي انت عايش فيه ده، لا ده ممكن ده في نقلات تانية تطورك وتعليك وتخلي عيالك وتخلي الدنيا مختلفه وحلوه باذن الله. طب ارجعي لي تاني على الوثيقه، احنا اتكلمنا على حاجه بسيطه منها نقطه، قلت لي الخليه والاسره برضه الوثيقه برضه لا يعني الاسره اللي عندها اولاد دلوقتي الوثيقه مرتبط يعني برضه يعني هي دليل استرشادي، ايوه دليل استرشادي للاسره، ولا هي حاجه زي قوانين او لا هي مش قوانين ملزمه، هي دليل استرشادي للأسرة ان احنا نمشي عليه نمشي عليه الاسره والاسره ومع المجتمع والاجهزه التنفيذيه والمسؤولين برضه، هي مش قاصره على الاسره بس انها هتعمل، لا بس بتعطي دعم اكثر للاسره الاقل عددا يعني الوثيقه اكثر امانا للاسره الاقل عددا، وده هيودينا لناحيه الزياده السكانيه اللي هي بتمثل حجر عثره في جهود التنميه اللي حصلت دلوقتي. احنا ما زال نمونا السكاني يعادل 3 أضعاف النمو الاقتصادي على المستوى البلد، فدي كل ما في مشروعات جديده في بناء مدن جديده بتتبني وفي كل حاجات كلها بس كل الزياده السكانيه دي بتلتهم ده، وحتى والناس تقول طب ما هو مش باين علينا حاجه، لا ازاي مش باين علينا حاجه، احنا ما شاء الله اللي احنا قفزاتنا العدديه بتفوق الجهود اللي بتعملها الدوله في هذا الاطار انها تواكب ده، فاحنا عايزين
من التنظيم. والدين قال، الدين بتاعنا قال، والدين المسيحي، الدين الإسلامي قال، والدين المسيحي قال، كل الديانات بتقول إن إحنا ننظم النسل وليس نحدد، ننظم، ننظم زي ما ربنا قال إن الطفل ياخد حقه في الرضاعة والحمل وفصاله 30 يوما، يعني بعد كده من الناس ما تلهاش 30 شهرا، 30 شهرا عفوا يعني. لا ولا يهمك. فالمسألة التنظيمية دي هي اللي هتودينا للتنظيم في السكان، تودينا للاستقرار الاقتصادي، وبما يفعل كل إجراءات بتعملها الدولة لصنع خريطة اقتصادية واجتماعية وإنسانية في المجتمع المصري. ما تيجي نرجع ل 2017. 2017 كان عام المرأة المصرية. طيب. كان عام المرأة المصرية، لأول مرة برضو تاريخيا أن يخصص عام للمرأة المصرية. قد إيه دوت يعني بيقول إن لا أنت ليكي دور ودور قوي. صح. صح. في الدولة ومن صح. 2017 للنهاردة شفنا صح. المرأة قد إيه ومبادرات كثيرة تمس المرأة ومبادرات ونقلات كثيرة حصلت. والله حصل. المرأة المصرية تستاهل بصراحة يعني. ما هو أنا أنا مش عايزين يعني نقول عشان ما نبقاش متهمين إن إحنا يعني إيه بنجمل أنفسنا، لا الحب المرأة المصرية حمالة أسير. لا ذكية ومجتهدة وبتقدر تتحمل أكتر من مسؤولية بيت على شغل على مذاكرة على أطفاله يعني مثلا في معظم السيدات العاملات دلوقتي بتشتغل وترجع البيت تعمل الأكل وتعمل الشغل وتذاكر الولاد. هي أمهاتنا كلنا كلنا أمهاتنا عايشين كلنا عايشين ده فإحنا كلنا إحنا لأن في قيادة سياسية برضو بتقول إن المرأة لها قدر وقيمة في هذا المجتمع. حقيقي اللي بيحصل قد ايه من حين لاخر بيخلينا احنا نشوف ننظر للمراه بشكل مختلف، وقد ايه بنبقى بنقدر دورها وبنعرف دورها قد ايه في المجتمع. ده انتصار للمراه ان في ثقافات بتتغير انتصار لما يحدث لها. صحيح. الاستاذه ازهر عبد القادر نائب رئيس تحرير الجمهوريه ومتخصصه في شؤون المراه، شرفتينا يا استاذه ازهر. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا يا فندم وكل سنه وانتم طيبين. بعد فاصل موجز لأهم الأخبار الاقتصادية وبعده وقفة حوارية أخرى، خليكم معنا.